تركيا هي المتعامة رقم واحد بالنسبة للجزائر، ونحن المتعامة رقم اثنين لتركيا في افريقيا. نريد ان نطور هذه الشراكة المبنية على بناء مصانع، مبنية على انجاز مشاريع حقيقية، ليست فقط شراكة تجارية، بل نريدها شراكة استثمارية، شراكة صناعية، شراكة تمس كل الشعوب والقطاعات، شراكة وين تخلق قيمة مضافة للجميع، يعني في اطار ربح ربح. وهذا ما رأيناه اليوم يعني في هذا الصالون، في هذا المعرض، يعني الحمد لله فيه نماذج كثيرة ناجحة.